السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية صباحية وعيدكم مبارك، كل عام وأنتم بألف خير، يا رب يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال إن شاء الله. جو صباحي ربيعي ما شاء الله، ممطر ما شاء الله من البلدة العزيزة. الآن رايحين نتوجه إلى سوق الحيوانات إن شاء الله، إذا راه مفتوح نشوفه. هيا توكل على ربي. كما تشوفوا أنا رحنا إلى مدينة الواد، دخلنا للسوق، رايحين نشوف إن شاء الله وش لدينا في السوق، لكن للأسف السوق جو بعض المربيين لكن قلة قليلة، وهذا رجع إلى أولا ثالث عيد، الناس راهي مازالت تعيد، وزيد حالة الطقس، راهي المطر تصب، يخافوا حتى عن الحيوانات الخاصة تاعهم، والبرد، المطر راهي تصب والبرد. دجاجات، خفافي شوي، ارانب، حمامات، حاجة خفيفة، وراح نشاهدوا في الفيديو وش لقينا والاسعار ان شاء الله، ودعواتكم. هذا
باش نخرجها من الفوق ندير على 14 الفوق تفكر لا والله هذا 20 هذا فيومي الاثنين فيومي وهذه كرسيتي في الفترة هذه قديش فيومي يا 150 كعبة عمرهم